لأنه من السفه الجهل، ولأنه دائما الجاهل فيه سفه. ليه؟ قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفهاء كما في تفسير ابن كثير قال عن بعض السلف، قال: السفهاء الصبيان والنساء. الطفل تدي القروش بيعديها لك حلاوة، ولا يشتري لها انبوبة تسوي لها وجع حلق، متعب زاد، تعبان زاد. المرة تديها القروش يا كشفت ليك البيت، اشتغلت لك ستاير وهيك تمرقها، انت تمشي الشغل تعبان تعتل، تجيب لها حاجة زي الزير كده وفيها وردة في النص. يا ناس ده زمان بتاع ورد، ورد انتهى ذاته، ورد لخبة سايب. تمشي وتجي تلقاها شايلة لها طقم بتاع حلل. يا مرة ده حقت شنو؟ ده حقت اللحم. يا مرة ما تتخي الا آخر مرة أكلت لحم 200، جيب لك حلة بتاع عدس لحم بتاع شنو؟ والله تلقاها النسوان معدية القروش كلها. ده كان ما قاعد التكشف في نفسها، كل يومين كريمين ثلاثة ما بعرف كدي خلطة تمشي بغادي بلاوي ما أنزل الله بها من سلطان. كمل لك قروشك، أنت تعبان توفر في القروش، في النهاية تجد شتيت لك زاد. إلا بعض النسوان عندهن عقل، بعضهن كويسة دي يعني تكون تمام، بعضهن. طيب، ومن السفهاء قال ابن كثير رحمه الله: السفيه الذي لا يعرف ما يصلحه في دينه ولا دنياه. زول السفيه ما عارف اللي بيصلحه لا في الدين لا في الدنيا. شكرا رب العزة والجلال قال في أمر الدين: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. وفي أمر الدنيا قال في آية الدين: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. بعد ذاك ده في أمر الدنيا لا يحسن، امشي السوق عنده قروش بدل يشتري خضار وحاجة بسيطة ويجيب البيت القاوي ومفلس يشتري فيه شنو شنو شنو. في أمر الدنيا تلقاه قروش تعبان شهر يجي يشتريها ملابس بنطلون ضيق وإيه ده من السفه، ولا يسوي له حاجات في شعره ولا كده، سفه شديد وإلى الله المشتكى. ولا تلقى سفيه في أمر الدين، في أمر الدنيا تلقى تمام جانب من الجوانب، ما بيتغشى بالغالب أصله ما بيتغشى، امسك اي شيء تلقاه جيد، لكن في امر الدين بيتغشى. اي زول بيغشوا، اي زول في كله ولسانه في امر الدين بالباطل بالحق بيجروا معه. وكنا نخوض مع الخائضين، بس يكفكف بنطلونه ويخوض مع الخائضين. وان كان المقصود هناك ليس الماء، وكنا نخوض مع الخائضين يخوضون في دين الله بغير حق، ويستهزئون بالله وبرسول الله، ولا يؤمنون بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون كلمة الكفر ونحن نخوض معه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.